أخبار اليوم. في هذا الإطار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات في إطار سيادة القانون، إضافة إلى محاسبة المتسببين في هذه الأحداث وإحالتهم للسلطات القضائية المختصة. كما وجه الرئيس السيسي محافظ المنيا بالتنسيق مع القوات المسلحة لإعادة إصلاح وتأهيل المنشآت المتضررة جراء هذه الأحداث خلال شهر من تاريخ اليوم، مع تحمل الدولة النفقات اللازمة. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد أن مثل هذه الوقائع المثيرة للأسف لا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبائع وتقاليد الشعب المصري العريقة والذي أسس الحضارة البشرية وحارب من أجل نشر السلام والذي اتحد نسيجه على مدار التاريخ. وشدد الرئيس السيسي على أن وحدة المصريين وتوحدهم واصطفافهم الوطني بات نموذجا يحتذى به للعبقرية الوطنية وضمانا حقيقيا لبقاء وطننا العزيز. كما شدد الرئيس السيسي على أن المرأة المصرية العظيمة ستظل نموذجا للتضحية والعمل من أجل رفعة مصرنا الغالية، وستبقى حقوقها وصيانة كرامتها التزاما إنسانيا ووطنيا قبل أن يكون قانونيا ودستوريا.